الفنانة نجوى فؤاد، الألم في السينما المصرية أخدتيه ولا أديتيه وإيه رأيك فيه؟ الألم بمعنى الألم الجسماني والوجع الجسماني ألم. ألم. أنا طبعا خدت ألم كتير، لكن يعني أنا طبعا برفض حكاية الألم، يعني لأن احنا مش في زمن، بتهيألي عقلية التربية والتأديب ما بقتش بالألمة ولا بالشتيمة، ممكن بالتفاهم، ممكن بأساليب تانية كتير أوي. لكن الألم اللي أنا ما انساهوش أبدا من خلال السينما، يعني إن كان ليا تقريبا تاني مرة ألتقي مع كاميرا السينما، فكان فيلم اسمه ملاك وشيطان، كان بطولة رشدي أباظة وزكي رستم، وكانوا جايبين 2 أكروبات كانوا عايشين في أمريكا، عسكر من عيلة عاكف، ولا واحد اسمه مو ومش تاني مش فاكرة اسمه. فاتفقوا مع، كان في مشهد مفروض انا سارقه حاجه وبوديها ومش عارفه ايه وبخطف البنت الصغيره، فاتفقوا مع المخرج انه ايه، ما يقول لي، محدش يقول لي ان في الم. فجيت انا فعلا بشتغل بمثل، فلقيته ضربني الم، لقيت مناخيري دي اتعوجت هنا اهو واتكسرت ونزيف دم، وده واضح في المشهد فعلا. وقفت عملت كده وانهارت وقعت. بيبان كل ده في المشهد فعلا. انا ما كنتش اعرف، انا فوجئت لاول مره في حياتي ان واحد فعلا اداني الم فظيع فظيع. وكمان بترجع لان الممثل هل بيدي الالم ازاي، حرفيه الممثل ازاي، بيعرف من غير ما يوجع ويؤلم الممثل اللي قدامه، يضرب الم من غير ما يعوره، من غير ما يسيب له حاجات مثلا تعجز وشه او تاني. فأنا بعديها عملت عملية في مناخيري وحصل لي كسر، وقف الفيلم 25 يوم. والله للدرجة دي؟ والله فعلا الولد ما الظاهر كان جديد، أول مرة يلعب في سينما، وأنا ما عنديش فكرة، يعني ما خدتش واخدة حذري من الموقف. وكلهم كمال الشيخ، أستاذ كمال الشيخ، واتفقوا كلهم إن ما حدش يقول لي عشان إيه ما تأهبش للموقف. وأنا أصلا ما كنتش ممثلة، يعني ما كنتش أعرف أمثل ولا أتعامل مع كاميرا السينما. فقالوا له انت تخمها كده وتسيبها تيجي تتكلم مش عارفه ديبلا، فاداني على مناخيري، كسر لي مناخيري. فده من الالم اللي ما تتنسيش في حياتي.